أعتقد أنه سيكون ممتع جداً. دعونا نفتح حالاً. فيتا أنت تبدأي. أوه لا، يا لها من بداية رهيبة. أود أن أقول أنها شائكة. هل يجب أن أكل هذا الصبار؟ إنه مخيف جداً. سأؤذي نفسي بالتأكيد. حسناً، دعونا نأمل الأفضل. أوكي. إيو، كم هذا مؤلم. ربما يكفي. بالطبع لا، كلي بسرعة. يبدو أن لدي فكرة. لماذا أؤذي نفسي بينما يمكنني قطع كل الأبر؟ لدي كماشة مثالية. تادام، الآن لا يجب أن أعاني من كل قضمة. آمل أن يكون الصبار لذيذ على الأقل. حسناً، كيف؟ أكلته بسرعة كما لو أنه لذيذ. لا، لا شيء من هذا القبيل، إنه مقرف. مقزز. حان دوري الآن للفتح. لا، السيدات أولاً. على وعلى ذلك لدي آيس كريم لذيذ. أحتاج إلى أكله بسرعة. فيتا، أين أخذت الآيس كريم خاصتي؟ أعيديه. لا، كما ترين الكرات المستديرة يعني أنها لي. أعرف كيف أصلح الوضع. بعد هذا الدفء ستتحول الكرات إلى سائل، وبسبب الشكل المثلث للقرن ستكون المادة ملكي. كم هو لذيذ. سأكون آسفة جدا لو أعطيتك الآيس كريم. رائع جدا. شهي. أليكس، يمكنك الآن فتح الغطاء الخاص بك. أوكي. واو، يا له من جمال. هذه شطيرة شهية، تجعلني أرغب في التهامها في أسرع وقت. من الجيد معرفة أنني لست مضطر إلى المشاركة مع أي شخص. كل شيء لي. تقول كل شيء لك. لدي خطة. أنا أيضا جائعة. أليكس، فيتا تنادي. الآن ستساعدني سكين في تحويل الشطيرة المربعة إلى مثلثين. سامحني يا أليكس، لكن كان علي فعل ذلك. كما تعلم أنا جائعة أيضاً. أوه حسناً، دعونا نرى كم ستحب الشطيرة مع الفلفل المثلث. أعتقد أنه سيكون مرح جداً. كمان. لذيذ. إنه لأمر مؤسف يا أليكس أنك لست أنت من تأكل السندويشات. أوه لا، ليس من المؤسف على الإطلاق. من الواضح أن هناك شيء خاطئ. من أين أتى الفلفل؟ ساعدوني. لدي شيء للمساعدة في إخماد نيرانك. هيا اشربي. من فضلك أعطني هذا السائل بسرعة. ماذا شربت للتو؟ يا له من عرض. دعونا نرى ماذا لدينا في هذه الجولة. فيتا عندها شيبس، لكن ماذا عني؟ آمل أن أكون محظوظاً أيضاً. لا، لست كلباً لآكل طعام الكلاب. لا أريد فعل ذلك. أنت لست مضطر لذلك لأنني سأكل أولاً. أريد أن أتناول هذا البطيخ بسرعة. كم هو الشهي؟ فقط مناسب ليوم صيفي حار. أنا أعلم كيف أحضر لنفسي بعض البطيخ بملعقة خاصة. كيسي، أمسكي هذه الملعقة. ستجعل الأكل ألذ. شكراً لك. هذا حقاً مريح. الآن فقط هذا البطيخ لي لأنك قطعتيه إلى قطع مستديرة. انظري عن كثب في المرة القادمة. أعتقد أن قصة البطيخ ستعلمك الكثير. نعم، سأريك الآن. خذي هذا. بدون فائدة، يمكنك رمي بقدر ما تريدي. في غضون ذلك سوف أتناول البطيخ. بسببك لم يتبقى لي شيء من هذا البطيخ. على الرغم، بعض بقايا الطعام سوف أكلها دون مساعدة أحد. انتهيت. فيتا، حان دورك. أعتقد أن الشيبس سيكون لذيذاً جداً، خاصة البرينجلز. أنا فقط أحبهم. أنا أيضاً أحتاج إلى حرمان فيتا من الشيبس. من الجيد أنني أحتاج إلى فقط هذه العبوة لهذا الغرض. غريب، لماذا هي فارغة؟ أين كل الشيبس؟ من تجرأ على تفتيتهم هكذا؟ الشيبس لذيذ بأي شكل، لكن علي أن أكل طعام الكلاب. هذا مقرف.
حتى أن رائحته كريهة جدا. يبدو أنني سأمت منه، ربما لن أكله. ماذا سوف تأكله؟ فقط انظروا كم هو قبيح. على الأقل سأحتاج إلى التجريب. مقرف رهيب، مقزز. يجب أن تأكل طعام الكلاب بأطباق خاصة. قل شكرا لأنني أحضرت واحدا لك. نعم شكرا. الطعام يبدو أسوأ في هذا الوعاء. أنا فقط لا أستطيع أكله بالملعقة. سوف أساعدك. الشيء الرئيسي هو عدم التحرك. سأطعمك على أي حال. خذ هذا، هل تحبه؟ مقرف، لم أجرب أي شيء أسوأ في حياتي. أتعتقدون أن هذا مضحك؟ الآن سوف أريكم ما هو المضحك حقا. كيف تجرؤ؟ ستصبح رائحتنا مثل الكلاب. يا فتيات، من برأيكم سيكون محظوظ هذه المرة؟ الآن سوف نكتشف. بالتأكيد ليس أنا، لكنني محظوظ. أنا أحب السوشي. أنا أيضاً لدي شوكولاتة. إلى جانب ذلك إنها لذيذة جداً. من الصعب جداً العثور عليها في المتاجر، لذلك هي قيمة. أعلم أن الجميع هنا يسيل لعابه بالفعل، لكنني لن أشارك. إنه فاتح للشهية للغاية وأيضاً لذيذ. أريد أن أتناول كل الشرائح المثلثة بسرعة. إنه لأمر رائع. علي أن أظهر للشوكولاتة بعض حيل الكاراتيه. انتهيت. الآن الجميع يعلم أن كيسي يمكنها الرد. الآن سأريكم خدعة. امساك الشوكولاتة بفمي. لكن هذا ليس كل شيء. الجميع يستطيع التقاط شريحة واحدة، لكن عدة شرائح أكثر صعوبة. ولم أتمكن من التقاط أي واحدة. يا له من عار. هيا، الشيء الرئيسي هو أنه يمكنني البدء في السوشي. أولاً خذ عيدان تناول الطعام. أوه لا، لم أتمكن أبداً من تناول طعامهم. علي أن أتعلم وإلا لن أكل شيء. لكن من يمنعني من استخدام العيدان بشكل مختلف؟ على سبيل المثال أضع السوشي عليها وأتناوله بهذه الطريقة. إنه رائع ومريح والأيدي نظيفة. ماذا عن المشاركة مع أصدقائك؟ لا، على وعلى ذلك لماذا تحتاج السوشي؟ الليمون العصيري جدا في انتظارك. أستطيع أن أتخيل كم هو حامض. مقرف، أبعدوه. لم أكن أعلم أن الليمون يعود مثل القرص الطائر. ابتعد. يبدو أنه مصيرك. أوكي. قواعد التحدي الغبية. بالضبط، اكتشفت للتو كيف سأجعل الليمون أقل قرفا. أحتاج إلى تقشير القشرة. أوبس. أليكس، أنا آسفة. على الرغم أن تسريحة شعرك الجديدة تتناسب مع قميصك الأصفر. حسنا، سأتوقف عن العبث، إنه وقت الأكل. أعتقد أن الليمون جعلني أتقلص قليلا. أحتاج إلى دش منعش. الآن أفضل بكثير. ليس البصل، لا أريد، رائحته كريهة. يا لها من شريحة بيتزا ضخمة رائعة. ولدي بودرة فوارة شهية، أنا أعشقها. آمل ألا تمانعوا إذا أكلت البصل السيء أولاً. أنا حقاً أريد أن أنتهي منه، ولا أريد تركه لوقت لاحق. حسناً، هل هو لذيذ؟ توقفوا عن الاستهزاء به، هذا صعب للغاية. لو تعرفون كم هو مقرف. لو أخذتم قضمة ستتقيأوا. أريد إخراج شيئاً ما. أوه، الرائحة كريهة. أعتقد أننا نفهم شعورك الآن. المعذرة. حسناً، رصدت نقانق دائرية على بيتزا كيسي. هذا يعني أنهم لي. كم هذا جميل أن تعرفوا فجأة أنكم تنتظرون لذاذة. وإذا قمت بقص قطعة صغيرة يمكنني جعلها مربعة. هذا يعني أنني سأكون قادر على تجديد طاقتي. الشيء الرئيسي هو عدم جعل يدي متسخة، لأن لدي بودرة فوارة بعد ذلك. كيف تجرؤ؟ ألا تخجلوا؟ هذه البيتزا خاصتي. القطعة مربعة يعني أنها ملكي. حسناً، لم يتبقى لي شيء تقريباً. من الجيد أنهم لم يأخذوا كل شيء. علي الاستمتاع بهذه القطعة.
وأنا لدي مجموعة كاملة من البوب. أوكي. أنا مهتم جدا بتناوله. يبدو واعدا جدا. واو، في الواقع رائع. لكن لا تتأملوا، سوف أكله بنفسي. كم هو لذيذ، أنا أريد أكثر. أليكس البخيل سوف يحصل على البودرة على رأسه. هذا أفضل، لتعرف كيف تتعامل مع أصدقائك. واو، أين نحن؟ التحدي في انتظاركم، سيتلقى أحدكم نافورة الشوكولاتة. سوف تذهب إلى الشخص الذي سيرسمها أفضل مع هذه الأقلام، لكن هناك شيء مهم للغاية تحتاجون إلى رسمها بفمكم وليس يديكم. لديكم دقيقة فقط ولقد بدأت. لابد لي من الفوز، لأنه لا يوجد أحد أكثر روعة مني. ماذا؟ سوف تخسري؟ لأنني أنا سأحصل على أفضل رسم. بينجو. لا يمكن أن يكون لديك نافورة شوكولاتة زرقاء. بالطبع لا، أنا سأفوز. على وعلى ذلك لدي فكرة رائعة، لماذا أنفخ الطلاء إذا كان بإمكاني إزالة الغطاء؟ واو، لماذا لم أفكر في الأمر بنفسي؟ أحتاج إلى التجريب. أنا أسقط. هل جربتي؟ هل نجحتي؟ سوزي ألا تخجلي، كان من الأفضل أن تساعدي صديقتك، لا أن تسخري مني. أحتاج إلى تعليمك درسا. ريشة بسيطة سوف تساعدني في ذلك. أتي. ماذا علي أن أفعل الآن؟ وكأنها بندورة حمراء أو شيء أسوأ. الآن بالتأكيد سوزي ستخسر. هل هذا مضحك؟ إذا سوف تخسري أيضا. خذي هذا. هذا مرعب، لماذا؟ ميلا ستحصل على ما تستحقه أيضا. لا لا، أرجوك لا. يا فتيات انتهى الوقت، أظهر ما رسمته. جولي، ما هذه البقع الحمراء؟ هل الطلاء انسكب؟ على ما يبدو على الوجه أيضا. سوزي، لماذا لديك أيضا كل شيء أحمر؟ حقا، هل أكلتم جميعا طماطم؟ مثل هذه الرسوم لا يمكن أن تفوز. لدى ميلا رسم متواضع، لكنه على الأقل بدون فوضى حمراء. ميلا، لقد فزتي. هاي، الآن هذا لي، الشوكولاتة اللذيذة. نريد أيضا القليل من الشوكولاتة. وسوف نحصل عليها. كم هذا لذيذ؟ هذه الشوكولاتة لذيذة فعلا، أنا سعيدة لأنني فزت. مهلا، أين الشوكولاتة؟ حقا، من تجرأ على شربه كيف لا يخجل. لصوص. هذه المرة ستكون جائزتكم أصلية أكثر. انظروا إلى هذا الكلب الرائع، إن الجائزة ليست هو ولكن هذه الفضلات التي تبقت منه. في هذه الجولة ستعين عليكم الرسم مرة أخرى مع الفم، لذلك جربوا. لقد بدأ الوقت. أعتقد أنه لا يوجد شيء أسهل من رسم الفضلات. حسناً، لجعل الرسم أكثر موثوقية أحتاج إلى إضافة الرائحة، حتى أنني أعرف كيف أفعل ذلك. ما هذه الرائحة؟ هل مات شخص ما هنا؟ أعتقد سيغمى علي. أوبس، لم أغسل ساقي منذ فترة طويلة. الرسم بالقدم أمر صعب، لكن الرسم مع المرفقين هو حل أكثر ملائمة. لكن لا مشكلة، لا يزال لدي مجموعة كاملة من الأقلام. لا، يبقى أنني الوحيدة التي أحاول.
يا فتيات توقفوا عن الرسم، حان الوقت لإظهار أعمالكم. حسناً أنظر. ميلا الفضلات بالطبع لا مشكلة بها، لكنني رأيت أفضل. هنا على سبيل المثال سوزي، هذا رائع. لكن لدى جولي فضلات لا بأس بها. من الواضح أنها تريد أن تخسر، فليكن هي من ستحصل على الفضلات الحقيقية. ماذا؟ لكنني كنت مريضة بسبب سوزي، لن أكل هذا الرعب. يجب عليك، هذه هي القواعد. يا له من كابوس، سوف أتخيل أن هذا مجرد شوكولاتة. هل أنت تأكلين حقاً الفضلات؟ لا، هذه حقاً شوكولاتة. يا فتيات، هل تريدون أيضاً التجريب؟ لا، شكراً. في هذه الجولة ستكون الجائزة السمكة، ذات الرائحة الكريهة وليست لذيذة على الإطلاق. حسناً، سوف ترسمون بالصلصات. يبدو لي أن الأمر ممتع وغير عادي، لذلك يمكنكم البدء. لقد بدأ الوقت. لم أرسم أبداً بالصلصات، آمل أن يكون جميل. كم يوجد؟ سيكون لدي اختيارات كبيرة. ولكن لماذا كل القمم علي؟ أنا لست قمم لك. حسناً، أعتقد أنه الوقت للبدء. هذا سيكون ألذ رسم رسمته على الإطلاق. سأبدأ مع الكاتشب. وأنا سأبدأ مع صلصة الجبن. إنه أصفر، لذلك هو أكثر ملائمة لهذه السمكة. لنبدأ. أوه، انتهت الصلصة بسرعة. أحتاج إلى العثور على بديل في أقرب وقت ممكن. يبدو أن هذا جيدا جدا. يبدو أنني موهوبة. اللعنة، حتى سوزي لديها رسمات أفضل. يجب أن أسرع. بالضبط، لدي 5 أصابع، مما يعني 5 أصابع يمكن أن أرسم بها في نفس الوقت. رائحة هذه الصلصة لذيذة، لن يحدث شيء إذا جربت القليل منها. كم هي لذيذة؟ لا، هذا قليل، أريد أكثر. المزيد من الصلصات. ميلا، ما بك؟ هل تأكلين الصلصات؟ مع هذه العلبة انتهى الصوص لدي. ليس على رسومي، لقد خرب الرسم بشكل كامل. كم هذا لذيذ. اللعنة، أكلت كل الصلصات، الآن سأخسر بالتأكيد. حسناً، لقد انتهى الوقت، حان الوقت لمعرفة ماذا رسمتم. لدي طريقة واحدة فقط، أبدل الرسوم مع سوزي. أنا أنتظر. جولي، ماذا فعلت؟ لا يبدو مثل السمكة أبداً. ميلا، أرني ماذا رسمت. رائع، يبدو جيداً. حتى الآن هذا أفضل رسم. سوزي، لم تبذل أي جهد، لذلك سأضطر إلى إعطائك هذه السمكة. أتمنى أن تحب الأسماك النيئة. أنا؟ لكن هذا خداع. ها، سيتعين عليك أكل الأسماك النيئة. لن يكون نيئاً، سوف أطهيه. لدي أيضاً موقد. ماذا تفعلي؟ آسفة، أنا فقط لا أعرف كيفية استخدامه. يبدو أنني بحاجة إلى توجيهه إلى السمكة. انظروا، يا لها من سمكة لذيذة. أخيراً يمكنني تناول الغداء بشكل طبيعي. يا لها من لذاذة. يا فتيات، هذه المرة تنتظرون أحلى جائزة، هذه الرقيقة.
سيتعين عليكم رسم القطة على أنفسكم. من ينجح سيستقبل هذه الصغيرة. كما هو الحال دائما لديكم دقيقة واحدة وقد بدأت للتو. أنا شخصيا أشبه القطط، لذلك لا يجب علي أن أرسم الكثير من التفاصيل. سوزي أنت تبالغين في تقدير نفسك، الجميع يعرف أنني سأفوز. الآن جاهز، تبقى فقط الشارب. لا أحد منع استخدام المرآة. لا أعرف كيف يمكنهم وضع المكياج بدونها، لكن الأمر أسهل معها. لقد انتهيت تقريبا. هذا جيد بالنسبة لي لأن مكياجي هو الأفضل. أوه ميلا انظري، جولي تغش، تستخدم المرآة ولا يمكنها فعل ذلك. علينا تلقينها درسا. أوافقك، أنا أعرف كيف أفعل ذلك. مهلا، ماذا تفعلي؟ لماذا؟ الآن كل مكياجي سوف يمحى. الآن بالتأكيد سأخسر. حقا أريد هذه الصغيرة. لدي فكرة كيف نستبعد منافسة أخرى. سوزي لقد تركت بقعة عند أنفك، سأساعدك. حسنا، إذا لم يكن صعبا. بالطبع لا. الآن تبدين أفضل بكثير، قطة رائعة. شكرا جزيلا، كنت أعرف دائما أننا أصدقاء. حسنا، دعونا نقرر من سيحصل على هذه الصغيرة اللطيفة. جولي لا يمكنني النظر إليك. سوزي ماذا فعلت؟ نحن لا نلعب القراصنة. ماذا؟ قراصنة؟ أيتها الماكرة؟ لكن ميلا بالمناسبة هذا لطيف جدا، وهذه الرقيقة ستكون صديقتك. سأحبك وأطعمك وألعبك. أولا، يبدو أن ميلا لديها حساسية من القطط. حسنا لا مشكلة، سنتعامل مع القطة. أوه ميلا حمراء تماما، نحن بحاجة إلى الاتصال بالطبيب. كم أنت رقيقة. لنبدأ بأشياء بسيطة. حضروا لي بعض البطاطس المقلية. سهل، سيتم الأمر. أريد فقط أن أتعلم الطبخ. بينما يقوم الجميع بتقشير البطاطس سوف أسكب الزيت. بالمناسبة لا يوجد شيء اسمه الكثير من الزيت. حسناً، الزيت يغلي تقريباً، مما يعني أن الوقت قد حال لصب الشرائح النهائية من البطاطس. لا قف. أوه إنه يتناثر. حار، ساعدوني. ماذا تفعل؟ بسببك كان أن يقصفنا الزيت المغلي. يجب سكب الزيت بكل حذر، ثم ستقلى البطاطس بالتساوي. تمام، لا شيء صعب. البطاطس المقلية جاهزة، يبقى فقط إضافة القليل من الصلصة. هذه بطاطس مقلية؟ لا أظن ذلك. أما أنا سوف أحضر بطاطس مقلية حقيقية. لكن هذا ليس كل شيء. الآن سأقدم طعما شهيا حقيقيا من البطاطس المقلية. سأحتاج إلى اللحم المقدد وصلصة. وبالطبع أكلي للجبل المعطر. يا لها من رائحة. بالضبط، لن أستسلم حتى الآن. لماذا لا أستخدم البطاطس من المارميلاد؟ يقولون إذا غمسته في شراب الفراولة سيكون ألذ. رائع، سأبدأ بتجربة البطاطس من المنتصف. جدتي، هذا رائع حقا. لا يمكنني تحمل إكلي للجبل. أنا آسفة أيها الشيف، لكنني لم أحب ذلك. لكنني أقدر الفكرة مع بطاطس المارميلاد. الآن لا أعرف ماذا سأختار. فلتكن أشد. هذه المرة أكثر صعوبة. عليكم صنع السوشي. كمان.
سيتم الأمر. أفضل وصفة شوسي سوشي؟ نعم، ليس لديهم أي فكرة في القرية عن ماهية سوشي. أنا سأصنع هذا الشوسي الذي لن تحلمون به. السوشي العادي ممل جدا، لدي فكرة أخرى، سوشي من الحلويات. وبدلا من الكريمة الحامضة في الحشوة سيكون هناك كريمة مخفوقة لذيذة بالداخل مع عين لذيذة. جميل، وبالطبع لن أنسى شراب الشوكولاتة. فكرة مثيرة للاهتمام، سيكون السوشي الخاص بي جاهزا أيضا قريبا. الشيء الرئيسي أن أكرر بعض الطهي بعناية. ألا لا شيء معقد؟ لا شيء معقد. دعونا نرى ما هو السوشي المثير للإشمئزاز التي ستحصلي عليه. أضيف الصلصة. أنا أعرف كيف أفعل ذلك، هكذا. أوه، ماذا يسمى هذا؟ أفوكادو؟ الشيء الرئيسي هو لف كل شيء بالتساوي، أما مع الجردة بالتأكيد لن تنجح. الآن السوشي مثالي. رهيب، لم أكن أعتقد أن الشوسي سيكون قبيحاً. حان الوقت للف السوشي مع سمك السلمون. الشيء الرئيسي هو عدم البخل مع الأسماك. أقطعه إلى قطع عريضة. ولا أنسى صلصة الصويا. السمك تقولي؟ حسناً، سيتم الأمر. جاهزة؟ أتمنى أن يكون لذيذ. واو، مع الشيف بالطبع تبدو السوشي أكثر جاذبية. لا يمكنني وضع هذا الرعب أمام حفيدتي. يجب القيام بشيء ما. لماذا لا أصنع سوشي من الخيار فقط؟ لذيذ وصحي ومقزز. لماذا؟ الخيار مناسب جدا مع السوشي. أحتاج فقط إلى وضع المزيد من الأرز فيه. غير شهي أبدا. انتظر، لم أنتهي بعد. ها الآن انظروا إلى هذا الجمال. ما هذا؟ لم أرى قط سوشي مع الخيار بالأرز. لا، لن أجرب هذا حتى. لكنني سأجرب السوشي الحلو بكل سرور. لذيذ، لكنه غير مشبع على الإطلاق. بقي مرشحاً واحد فقط. ها هو السوشي الحقيقي. الشكل والطعم. سيدتي الشيف، لقد فزتي. شكراً، كان ذلك واضحاً. آمل أن يتمكن كل واحد منكم من صنع كعكة الوافل. سمعت أننا بحاجة إلى البدء بالعجينة. لا أعتقد أنها ستكون مشكلة أبداً. أضيف السكر للتحلية. أحركه قليلاً. روعة. والآن أضيف الدقيق. أوه، أعتقد أن شيئاً ما في أنفي. أهية كعكة وافل. لا بأس بذلك، نستمر. هذا الدقيق كاف لصنع كعكة وافل لذيذة. أحتاج فقط إلى مزج كل شيء جيدا. الآن يمكن سكب عجينة نهائية في جهاز تحضير الوافل. ستكون هذه ألذ فطائر في حياة أختي. واو، حصلت على عجينة لذيذة جدا. والأهم من ذلك، بدون قشر بيض. آمل أن تتحول إلى فطيرة محترمة. الجميع أضاف السكر، لكنني أعلم أن السكر مضر، لذلك سأضيف الكوسة بدلا منه. أو ربما سأصنع العجين بالكامل من الكوسة. علي بشرها على مبشرة ناعمة. جاهزة. الآن أضيف البيض والدقيق بالطبع. أخلط كل شيء جيداً وأضيف القليل من الخضروات للطعم.
منظره قبيح جدا. لكن هذه العجينة أكثر فائدة من عجينتك. الآن يمكن سكبها في محضر الوافل. ولا أنسى ضبط الوقت حتى لا تحترق الوافل. نعم، ضبط الوقت فكرة جيدة. أي، أنا لم أضبط الوقت وكعكتي محترقة قليلاً. حار، لكن لا بأس، سوف أخفي مظهرها الغير لطيف للغاية مع الكريمة المخفوقة والتوت وشراب الشوكولاتة. تبدو جميلة الآن. وأنا سأسكب شراب القيقب على الفطائر. قطعة من الزبدة لن تكون زائدة أيضاً. كم تبدو جميلة. وأنا سوف أقوم بتزيين فطائر الوفل الصحية بالأعشاب الصحية. لا أطيق الانتظار للتجريب، سأبدأ بهذا. أوه، يبدو أنه محروق بطريقة أو بأخرى، لن آكله. وهذا ماذا؟ مقرف، هذه الفطائر منتهة بالأعشاب والكوسة، أكرههم. وهذا تبدو لذيذة كما أحبها تماما. جدتي، لقد ربحت هذه الجولة. هاي، عملت بجد. أخيراً أريد أن أشرب كوباً من القهوة اللذيذة. حسناً، سيتم الأمر. لقد خطرت لي فكرة رائعة. القهوة الساخنة مملة، اليوم سيكون لدينا قهوة باردة، أي فرابوتشينو. أحتاج إلى رمي المزيد من الثلج في وعاء كبير، ثم إلى إضافة شراب الشوكولاتة اللذيذون. بالطبع، يجب ألا ننسى القهوة نفسها. بالمناسبة، إنها من ستاربكس، وكوكتيل الشوكولاتة تويكس لن يكون زائد بالتأكيد. أخفقه قليلاً وأستخدمه بدلاً من الحليب. وأنا ربما سأقوم بإعداد المزيد من القهوة الكلاسيكية، أعلم أن حفيدتي تحبها. حسناً، أعتقد هذا كافٍ. أسكب الكوكتيل هنا. وفي النهاية أحتاج إلى إضافة الكريمة المخفوقة والقليل من الحلوى الشوكولاتية، بسكويت أوريو، قطعة تويكس، وبالطبع يجب ألا ننسى الأنبوب. أوه، أخيراً حان دوري لصنع القهوة. سأصنع قهوة حقيقية بمساعدة الميزان. سأقيس العدد المطلوب من الحبوب. هذا ما أحتاج. الآن سأقوم بطحنهم يدوياً إلى القوام المطلوب. الآن شاهدوا وتعلموا. فقط سأملأ القهوة بالماء المغلي. هل حقاً تحضر القهوة هكذا؟ رائع، الآن أسكب القهوة في الفنجان. والحليب، سأخفقه باليد أيضاً. لا أنسى قواعد التقديم، انظروا إلى هذا الجمال. سوف أبدأ بالقهوة من المنتصف. جدتي، أنا دائماً أتعرف على هذه القهوة. لقد حان الوقت للاعتراف بأنني لا أحبها أبداً. الكوب هذا يبدو أكثر جمالاً. لذيذ، لكنه مر بعض الشيء. بقي مرشحاً واحد أخير. أوه، هذا حقاً رائع. أخي، لقد ربحت هذه الجولة. نعم، أخيراً.